القرآن الكريم. يبقى إذا سدهاية مكتوب فيها على أمي حرف الشين، كلام فيه شين، أمي أنا 75 سنة خلاص ثاني وأنا خا وأنا الكلام ده كله يا جماعة خلاص. وبعدين المستشار كان بس كلامي أنا بقول أهو حق كتاب الله تاني، وأنا أعرف حق هذا القرآن إن السدهاية اللي بين الكابتن أحمد شوبير وبين المتدربة الصحفية بصوته وما فيهاش مونتاج ولا تركيب، هو بقى لو شايف ان فيها مونتاج او تركيب من صوته يحلف على هذا القران، وانا بعتبر الموضوع بتاع السيده منتهي خلاص. ودليل ذلك لما السيد رئيس النيابه طلب منه يروح ياخد بصمه صوته رفض، تمام. فانا بقوله ده مصر كله، انا لو انا غلطان في حاجه يا جماعه انا لم ابدا بالعدوان. ست المستشار تمام، انت منورنا وقلت كل ما انا كل اللي عندي قلت. اسمح لي بقى احمد، عايز تقول حاجه؟ لا خليك. نسمع سيد. نسمع كابتن شوبير. لا خلص بقى، لا احمد ما عندوش حاجه، لا ست المستشار قال كل اللي عنده. كله مره واحده معلش. خلاص لا اسمع احمد عشان ارد كله مره واحده، عايز اقول حاجه يعني اضافه يعني خلاص اسمه قال كل حاجه. اسمع هو قال على احمد انه كان بيقف تحت بيته يستناه بالعشر ساعات عشان نقول له النبي يا كابتن احمد طلع لي بابا عايزينه يطلعه، واخد بالك؟ ايه كابتن كان بيطلع في البرامج يقول ان احمد مرتضى اللي هو بيدير مكتب محاماه الحمد لله ليه اسمه وسمعته، واخد بالك؟ يعني احنا مش شغالين ميكانيكيه يعني محكمه طبعا ميكانيكيه. يقول ان احنا احمد ده كان بيقف تحت البيت بيت كابتن شوبير، كابتن احمد شوبير بالعشر ساعات عشان يطلع بالتلفزيون معاه، لا عشان يقول له نبي طلع على بابا يطلع بابا بالسجن، واخد بالك؟ طبعا يعني شوف دي اساءات يعني اهانات. معلش كمل يعني احنا متفقين. انا بس ليا سؤالين بعد اذنك. اتفضل سيد المستشار. عشان انت مش كنت خلصت؟ لا بس ليا سؤالين بعد اذنك. انت كنت خلصت؟ بص يا فندم، لا خلاص انا ما عنديش حاجه. نسمع كابتن شوبير. انا بس بمناسبه موجود انت هتتكلم تاني مجد الدين. طيب ماشي هتتكلم تاني، هتسال السؤال. كابتن شوبير ايه رايك نمخمخ في فاصل وتنطلق؟ براحتك يلا.